اطلب تلاقي حلو التلاقي معاه قوي بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى وما تتسنتش الا علي ايدي بتشفي علي لمسة واحدة بس منه تكفي اطلبوها تلاقي وعد لسه أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم. سلام رب ليكم في حلقة جديدة من برنامج الصلاة اطلبوا تجدوا. بنيجي بنسكب قلوبنا قدام الرب معاكم ومن أجلكم، عملا بقول الكتاب ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. عشان كده نفتح الخطوط من أول دقيقة في الحلقة، حابين نكون بنستقبل مكالمات حضراتكم أيضا عن طريق السوشيال ميديا. من فضلك ادخل واعمل لايك وشير، وايضا اكتب طلبه صلاتك هنصلي من اجلك. وايضا كمان نحب نسمع الاختبارات والمعجزات اللي الرب صنعها معاكم عشان خاطر نمجد الرب العظيم الصنيع فيما بيننا. لكن قبل ما نبتدي نتكلم على موضوع تامل حلقه اليوم، تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقه رجل الله ورجل الصلاه القس أليكس حنا مؤسس خدمه الانجيل لكل العالم. اهلا وسهلا بحضرتك يا قسيس. برحب بك يا اخت ليديا واشكرك على الاستضافه، وأشكر قناة الكرمة قناة المعجزات اللي من خلالها بنستقبل كل يوم اختبارات أمجد وأعظم. وأيضا بحب أتقدم بالتعزية لأخ صموئيل في الذكرى السنوية الأولى لأختنا الفضلة منى، الرب يقويه ويشدده. أمين. وبنصلي أيضا لأجل عيد الحصاد القادم، أن الرب يدينا عيد حصاد فعلا نشوف في مجد الرب وعظمة الرب ويسدد الرب كل احتياج روحي ومادي. أمين في اسم المسيح. واثقين في تعزيات الروح القدس، واثقين أن الرب اللي ابتدى عمل صالح اللي هو قناة الكرمة يكمل إلى يوم يسوع المسيح. وزي ما الكتاب علمنا بيقول مصلين بكل صلاة وكل طلبة كل وقت في الروح. من فضلك ابتدينا الحلقة بالصلاة. يا رب نباركك ونشكرك لأجل فرصة وامتياز التواجد في محضرك. نشكرك يا رب لأجل أن السماء مفتوحة وأنت قائم يا سيد الرب، رئيس كهنتنا، شفيعنا، وسيطنا بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الرب أيضا الوسيط كل بركة. يا رب بنضع هذا الوقت أمامك، بنضع رب جميع المشاهدين والمشاهدات، ونثق رب أنها ستخرج قوات عبر الشاشات لتلمس الجميع، كل ضعيف وكل مريض. أمين. كل متألم وكل حزين يا رب تلمس لمسات خاصة. نشكرك لأننا يا رب لا نضارب الهواء لكن نسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. نصلي يا رب بركة لقناة الكرمة، أخونا صموئيل أنك تقويه وتشدد وتشجعه، وكل أحبائنا في الكرمة، أخت ليديا، أخت سلوى، أخت إنجي، أخت أمل، كل الإخوة والأخوات يا رب اللي بيتعبوا معنا في تحضير هذه الحلقات واستقبال المكالمات. ونثق رب أن جميع المداخلات والطلبات قد استجيبت قبل أن ندعو، وأنت تستجيب، وقبل أن نطلب أنت تمد يدك بكل بركة وعطية. أمين. أمين في اسم المسيح. منتظرين حلقة فعلا آيات ومعجزات لمجد المسيح واحد ولا سواه. وحضرتك عارف اسم البرنامج اطلبوا تجدوا. أيوة. فعايزين نعرف، في ناس بتطلب طلبات كتير قوي، هل في وجدوا حاجه؟ هل في معجزات حصلت؟ أيوة. ولو في، بالتاكيد في طبعا، الهنا طبعا. اله معجزات. مين. حابين نكون حضرتك بتشاركنا. نعم. بالمعجزات اللي الرب صنعها عشان ندي المجد كله للرب. احنا مش برنامج نظري ولا بنصلي كده كاننا بنضرب الهوى، لكن دايما قبل كل حلقه اخت ليديا ربنا يشجعني والناس تبعت اختبارات وتقول لي عاوزين المشاهدين جميعا يسمعوا استجابات الصلاة ويشوفوا. جاني قبل الحلقة كده بساعتين الاختبار ده من مصر، جميل جدا، من أخت فاضلة بتقول أحب حضرتك تشارك المشاهدين بهذا الاختبار. حضرتك شرفت بيتنا بزيارتكم، ده لما كنا في مصر أنا وسامية، كعيلة مؤمنة تحمل حضور الرب لكل مكان، بيتنا اتغيرت الأجواء فيه،
وبزيارتكم وحروب إبليس توقفت مجد. والأشخاص اتغيروا، وبدل ما إبليس يستخدمهم بكلمات سلبية الرب وضع للبحر حد وتوقفت الشكاية والكلام المزعج. ده عمل إلهي عن أهمية الصلاة، لأن هي دعتنا لاجتماع درس كتاب وكلمة الله ودعت الجيران، والأجواء كلها كانت بتتغير وجيرانها بيتغيروا، والاجتماعات الروحية الحقيقية اللي هي في البيوت وأهمية ممارسة الإيمان. مجدا للرب. إلهنا إله بيعرف يخش في أماكن فعلا وبيغير أجواء. نعم. ما كانش ينفع بشارة الإنجيل فعلا تخش في الأماكن دي، لكن الرب فعلا بيدينا أملاك من بيت قيصر، وهو ده اللي بنصلي لأجله. ودايما الرب بيشجعنا باختبارات رائعة جدا. إلهنا حي أسيس، هو أمس واليوم إلى الأبد. وزي ما قال التلاميذ، قال لهم كده: اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. عنوان حلقة النهاردة عن إنجيل مجد المسيح، وده من كونوسوس الثانية 4:4. والكتاب دايما بيعلمنا بيقول لنا كده: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. فيا ترى الكتاب المقدس زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي وتشاركنا، بتقول ان هو في اقسام شرطه في اماكن يمكن صعب قوي الكتاب يوصل لها، لكن القناه بتوصل لها وبشاره الانجيل بتوصل لكل نفس. ايه الاجواء اللي بيتبشر بيها الكتاب المقدس وبيوصل للناس ازاي، وازاي نعيش كما يحق الانجيل المسيح، وايضا كيف ارى مجد الله في وجه يسوع المسيح؟ أسئلة كتيرة قوي قوي. هنبتدي بأول سؤال ونقول: يا ترى الأجواء اللي بيخش فيها الإنجيل بتبقى شكلها إيه وبتتغير تبقى إيه؟ هو تعريف الإنجيل إن هو إنجيل مجد، يعني لما بنتكلم في حضور إله بيدخل بيتك، حضور إله بيدخل حياتك. فلما الناس كانت بتسمع الإنجيل كان في تغيرات نفسية وروحية وعائلية وعالمية بتحصل. لكن إيه اللي بيساعد على التغير ده؟ بيقول كده: من أجل ذلك إن إحنا أول حاجة لنا هذه الخدمة، خدمة مجد يسوع إذ رحمنا لا نفشل. يبقى أول حاجة مهما يكون قدامك مشكلة، مهما يكون قدامك مرض، مهما يكون قدامك أي شيء، الله لم يعطينا روح الفشل. تاني حاجة القداسة، إن إحنا رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله. للأسف برضو زي ما في اختبارات حلوة ومشجعة، في اختبارات صعبة برضو. أخت ربنا باركها جدا، وكانت بتكتب عقد الأخ، أو من غير كتابة عقد، اتفق مع حد أخ مؤمن على بيع الشقة. فتقريبا الأخ المؤمن وهو خادم واسم معروف وكده خد الفلوس أو ضرب عليها وما تمش العقد، وبتقول لي: نعمل إيه يعني؟ ده خادم وإحنا ما خدناش ورق وما خدناش، ما دخلناش في طرق العالم لأن إحنا في ثقة، غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله. لكن بإظهار الحق بنمدح أنفسنا، كل ما الحق بيظهر فيك ده بيجيب حضور إلهي مجيد. الله يعني فعلا فحص القلوب والكلى، لا يشمخ عليه، لا يطيق الإسم والاعتكاف، لا يطيق شركة الظلمة مع النور. ده الإله اللي بيصفينا وبيخلينا على صورة جسد، بيخلينا على صورة الله ومثاله، عشان نكون أناس مؤثرين وفعالين. كمان بيقول: لأن إله هذا الدهر أعمى أذان غير المؤمنين. عشان أكون فعال في الإنجيل في إدارة، يعني لما تروح تتكلم بالإنجيل والكلمة بيحصل استنارة جماعية، إنارة إنجيل مجد المسيح اللي هو صورة الله، إن أنت حضرتك وحضرتك صورة الله المقروءة والمعروفة من جميع الناس. لو سلكنا بهذه الأشياء وكرزنا بالمسيح في استنارة في شفاء، كل مرة كان بيسمع حق الإنجيل وكان بيتقال الإنجيل بيقول كده: لمعرفة مجد الله في وجه يسوع. أنا بشوف مجد الله في وجه يسوع. يعني إيه مجد الله في وجه يسوع؟ هدي مثال بسيط عشان برضو نرحب بمكالماتكم وناخد طلبات الصلاة. تفضل يا سيدي. أيام يعقوب، يعقوب كان متعود أنه عشان ياخد البركة لازم يصارع، لازم يتخانق مع أخوه، لازم يحتال على أبوه، لازم يسمع طرق الخداع والمكر، ويقسم الجيش عنده أول وتاني علشان الصراع اللي داير بينه وبين أخوه وحالة حرب. لكن في كل المداخلات دي وفي كل الأشياء دي راح لحتة اسمها فينئيل. فينئيل هناك الله ظهر له
وجه لوجه، قاعد يحاول ياخد البركه بالطرق اللي عارفها، بالبوكسات، بالخداع، بالمكر، لغايه لما فنيت قوته وبقى يعرج على حق فخذه. في الوقت دوت الرب يقول باركه، باركه لما كف عن الحيله والمكر والخداع والمجهودات الجسديه، وبيقول باركنا الله. ليه؟ ربنا باركك عشان مجهوداتك، عشان عضلاتك، لا لاجل شيء واحد، لاني رايت الله وجها لوجه. فاحنا واحنا بنبص لمجد الله في وجه يسوع، المصارعات هتقف، الخناقات هتقف، المضاربات هتقف، وهدخل لطريق واحد في مجد الله. فلما كان بيتقال الانجيل في سفر اعمال الرسل، ناس كتير دخلوا فيه، اللي عاوز يختتن ويتبع وصايا الناموس الاول ويروح يبقى يتهود وبعدين يبقى مسيحي، وحطوا لستة كبيرة جدا. بطرس الرسول، بطرس، أيام بطرس. لكن بطرس وقف قال لهم أنا بس كل اللي هقوله إن إحنا وإحنا بنتكلم دلوقتي الناس هتشفى، وإحنا بنتكلم بإنجيل المسيح الناس بتتحرر، ليكون فضل القوة لله لا منا. فالإنجيل ما تقدرش تضيف له أعمال برك، ما تقدرش تضيف له أعمال الذاتية فيها ناس أحيانا تقول يا رب إحنا عملنا إيه عشان نستاهل كل ده. الحقيقة إحنا ما أو العكس يا أسيس، أحيانا يقول لك أنا عملت لك وعملت لك، وبيقولوا ربنا كده أنا عملت لك وعملت لك بالظبط، فأنا عايز أجرة يعني. صعب يا أسيس، صحيح. بينما هو اللي عملنا من إيه تزيد يعني، كل إحنا حاجة فينا منه هو بالزبط. صحيح، ده صحيح. وكتاب بيقول لنا كده، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. أما بننظر نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أسيس أليكس، كلام معاك جميل ورائع، وكلمة ربنا قد إيه مغذية ورائعة. حابين، إحنا جات لنا طلبات صلاة كتيرة جدا جدا عن طريق السوشيال ميديا، في الحقيقة طلبات حقيقية توجع القلب. لكن إحنا جالنا اتصال دلوقتي، بنت الرب من كاليفورنيا، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك. عفوا، من كندا، بنت الرب أهلا بيك. اهلا بيك حبيبتي. اهلا بيكو، انا اول مره ادخل معاكم مكالمه على التليفون. يا مرحب، تهيجي. فانا طلبه لو سمحتي طلب صلاه من اجل جوزي. هو اكتشفنا ان هو عنده ورم في المجرة، ويخش يوم الاربعاء الجاي يعمل عمليه. عفوا حبيبتي، مش سامعه، ما سمعناش. ورم فين؟ في المراره. المجره، ورم في المراره. في المراره. الف سلام. الدكتور يعني هيشيل المراره واحتمال يشيل جزء من الكبد. انا طلبه لو سمحت تصلوا من اجله، ربنا يسمعك. أمين. هو موجود جنبك بنت الرب؟ مش موجود. طيب أنا هصلي لك دي الشفاء، بس عاوز أتأكد من حاجة. هل حضرتك متأكدة الرب ملك على القلب والنفس والبيت وحياتكم، ولا لسه مش متأكدة من الأمر ده؟ هل الرب واخد مجاله في بيتك، في حياتك، والرب مالك بالكامل ولا لأ؟ أنا أتمنى أنه يكون كده. طيب، الأمنية شيء حلو. النهاردة هو يدخل كملك وسيد ويديك حياة وحياة أفضل. تحب تصلي معايا؟ أكيد. قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع، بدعوك بالإيمان، بدعوك بالإيمان، تأتي إلى قلبي. أمين. تأتي إلى قلبي، تعطيني حياة، تعطيني حياة وحياة أفضل. حياة أفضل. أشكرك. أشكرك. لأنك غفرت كل خطية. لأنك غفرت كل خطية. وشفيت كل مرض. وشفيت كل مرض. على عود الصليب. على عود الصليب. أختي بنت الرب، دموعك دي غالية جدا عند الرب. لكن في وقت ممكن الحزن يكسر الإنسان. زي ما قلنا كده، إذ رحمنا لا نفشل. كورنثوس الثاني 4:4. ممكن الوقت اللي فعلا بيبقى المواقف صعبة والأبراض صعبة والتحديات صعبة، ندخل بدموعنا ديا لمحضر الله، وتدخلي بالزوج وأنا بصلي يا رب لأجل شفاء من هذا الورم في المرارة أو أي أبعاد
أي خلايا سرطانية تبرأ الآن، فأنا يسوع عاوز يمسح كل دمعة من عيونك. هو بيقبل دموعنا، وهو كمان بكى في جستماني وهو في الطريق للصليب، ولأنه بكى ودموعه نزلت كقطرات دم، هو الوحيد اللي يقدر يجفف دموعنا، وهو الوحيد اللي يقدر يسندنا في التجربة. فكويس يعني البكاء ده شيء كويس، وبنطلع الطاقة وبنطلع الأحزان اللي جوانا، بس أحسن إن احنا نعمل ده في محضره، هيفرق كتير. صحيح صحيح، نشكرك يا أسيس لأجل الصلاة. لكن أختي حبيبتي تشددي وتشجعي، إلهنا حي وإلهنا بيحس بألمنا، مكتوب كده عنه أنه في كل ضيقهم تضايق، ملاك حضراته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. إلهنا ما بيسيبش حد، إلهنا معانا، هو عمره ما هيسيبك ولا يهملك ولا يتركك، هو معاكي ويقويكي ويشددك ويشجعك. وإحنا نكمل صلاة لأجل جوزك، واثقين في الرب إلهنا صالح، إلهنا شافي، إلهنا أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا، مصدقين في الرب. وإنت دلوقتي جواكي المسيح، اتكلمي معايا وصلي وقري كلمة ربنا وتغذي بيها، هتلاقي نفسك وشك ابتسم، وديتي كمان إيمان لجوزك، وجوزك كمان يقدر يكون بياخد الشفاء، وربنا يشفيه في اسم المسيح، واثقين في الرب. شكرا لاتصالك حبيبتي يا بنت الرب، ربنا معاكي. طلبت صلاة. اتفضل يا أسيس. طبعا أخ ماجد الياس بعت من فرنسا، بيطلب صلاة، تعبان جدا، عنده تعب في الرجلين وهزال، وعاوز يرجع يشوف أولاده المرضى، وبصلي لأجلك أن الرب يلمسك والرب يشفي الهزال والضعف. والطلبة وصلت وأنا بقراها، وبصلي كمان، بيقول أن كل شيء يمر بسلام، الرب يتنازل ويبارك حياتك وفعلا ترجع بالسلامة. طلبة تانية جت من أجل زوج فارس، حصل حادث، أسرى حادث من 12 يوليو، والحد الآن هو بالمستشفى. مثل ما صليت لبنتي فرح، كان عندها مالتيبل سكليروز لحد الآن، وضعها الصحي هي يعني بيقول اختبار، بيقول انت صليت لبنتي قبل كده. مالتيبل سكليروز ده مرض ملوش علاج، ده المرض ده بيؤدي الى ضعف متواصل في الاعضاء، الاعصاب بتموت، العضلات بتموت، والشخص بيموت تدريجيا. لكن اخونا الحبيب بعت الاختبار، بيقول المالتيبل سكليروز لبنتي فرح بقى وضعها الصحي جيد جدا، وبنفس الطريقة اللي الرب شفف بيها من المالتيبل سكليروز، عاوز صلاة لأجل فارس ريكفري فروم برين دامج. نشكر الرب وفاء من الغيبوبة، وبيعرفنا كلنا بس مش بيقدر الكلام والمشي والأكل، وعنده أمل من ربنا، الرب يبد يده في الشفاء. يا رب أنا بشكرك لأجل شفاء المالتيبل سكليروز، وزي ما شفيت يا رب تشفي أخونا فارس الآن اللي فاق من الغيبوبة، بيك يحيى وتحرك ويوجد ويقدر يتكلم ويمشي ويبرأ تماما من كل مرض اعتراه. أمين في اسم المسيح. أمين أمين. حضرتك مع حضرتك الطلبات بتاعت الفيسبوك، وأنا معايا الطلبات اللي جات علينا على الانستجرام، حابين إن احنا نكون بنبتدي نصلي من أجلهم. اتفضل حضرتك. يوسف هاني، بنصلي لابن بشوي ذوي الاحتياجات الخاصة والأسرة، وربنا يعوض تعب المحبة. وماري هام، أتعافى من مرض، والرب يهدي الرب يسوع العائلة، لأنهم مسلمين، أرجو من الجميع أن يصلي ليهم يا رب. بنصلي لأجل المسيحيين وغير المسيحيين وكل الأديان اللي بتشاهدنا، أنك تلمسها بصورة خاصة وتعطيها نعمة. بنصلي لأجل منيرة، عندها مرض NMO، وده مرض ملوش علاج. ياريت يا رب، بنصلي لأجل الأمراض التي ليس لها علاج، والأمراض يا رب اللي فيها فعلا، في اسم الرب يسوع بنثق وبنصدق أنه غير المستطاع عند الأطباء وعند الناس، هو مستطاع عند الله. وتريزا جون عشريان، بيقول جون من أمريكا، أطلب صلاة لأجل أمر شخصي، صلى لأجل صديق يعاني من سرطان في المجاري البولية، اسمه يوناثان ميزدو،
وصلى لأجل أن يحل سلام الله في قلوب البشر ويعرف أنه هو ابن الله الوحيد. بنصلي رب لأجل هذه العائلة أنها تعرفك الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح. نصلي لأجل تريزا، الزوج فقد العين والعين الثانية ضعيفة جدا. الرب بنصلي لأجل أمراض العيون، الرب يمد يده بصورة قوية ويصنع نظر جديد وعيون جديدة. إدوار الرب يشفي أورام الكبد والألم بالذراع الأيسر. احنا معنا اتصال يا حضرة القسيس. معنا الأخت منى من نيويورك، أهلا وسهلا بيك. هلو، مساء الخير. أهلا حبيبتي، تفضلي. سألني. أنا عندي تربت سنة في مشاكل عائلية، عايزة ماطي يعني كده موضوع دفور أبصر هو يعني إذا في مصالحة ومن المبيض الأمر، وفي مشكلة بعد بين العائلتين نفسهم البنت والحما يعني كده. فبصلي تربي اللي هو ربنا يفتح قلب الجميع ويبقاش في اي مشكلات، لان في اطفال كده في النص. فانا مش مستنيه وبعد كل يوم عايز ربنا يتدخل في الامر، ان هو يبقى يعني حتى لو صاروا بعض العائلات كلها متصالحه مع بعض ميبقاش في اي مشاكل. يا رب احنا بنصلي المشاكل. وعندي ابني التاني هو كان بيقدم على الريزيدنت وطلبت كلمه الصلاه والحمد لله دخل وهو بيعمل الريزيدنت دلوقتي، بس عنده امتحانين، عنده امتحانين النهارده وامتحانين الاثنين. فضلوا ربنا يمد ايده ويكمل زي ما بدا الرحله معاه، يكمل النهايه. امين في اسم المسيح. حاضر يا سيدي. اشكرك يا رب لاجل الاخت منى، وبنشكرك لاجل كل طلبه صلاه. بنيجي يا رب نصلي لاجل العائلات المتخاصمه، انك انت يا رب قادر تجعل استين واحد، وانت ما ترتفعت تجذب اليك الجميع. نحن يا رب لا نستطيع ان نصنع شيء، لكن انت اللي بتجذب ابناء الله المتفرقين الى واحد. بنيجي الى ذلك الواحد الذي يجعلنا واحد مع الاب والابن والروح القدس، ونقول لك يا سيد الرب تعالى بنعمة، وسلام الله الكامل اللي يفوق كل عقل يحفظ هذه القلوب والافكار في المسيح. بنصلي أيضا يا رب لأجل الإبن، ونشكرك أنك أعطيته الريزيدنسي، أعطيه بتفوق أيضا يا رب أن ينجح في الامتحان القادم. وبنشكرك يا رب لأجل كل الطلاب والطالبات اللي عن طريق الكرمة بيجيبوا والصلاة امتيازات وجيد جدا وتقديرات عليا، ونثق يا رب أننا سنرى أعظم. أمين أمين في اسم المسيح. بنشكرك جدا يا أخت منى لأجل اتصالك، واثقين في الرب أن الرب يجمع كل العيلة إلى واحد، رب يديهم فكر واحد ونفس واحدة وروح واحدة. مشكورة جدا يا حبيبتي. أسيس أليكس جالنا دلوقتي حد كتب حاجة بيشاركنا باستجابة استجابة طلبة. بتقول الأخت مريم، بتقول أنا حبيت أشارككم وأشكر الرب. أنا بعت قبل كده طلبة صلاة وكان في ناس كتيرة بتصلي، وربنا استجاب في طلبة الاستقرار أنا وأسرتي، وربنا حرك الورق وبنعمة ربنا الورق بيتعمل. صلوا لي، ربنا يكمل. أشكركم وشكرا لصلاتكم، ربنا صالح وأمين. أمين. شكرا ليك يا أخت مريم لأجلك أنك بعتي طلبة الصلاة وبعتي كمان المعجزة. رب يكمل في اسم المسيح. على فكرة اللي بيبعت معجزة الكتاب بيقول الذي له يعطى فيزداد. يعني اللي بيذهب ويحدث بكم صنع به الرب ورحمه ده بيبقى كانديديت أو أهل لمعجزة قادمة وعطية تانية جاية. فدي رغبة الله ان احنا نذهب للعالم اجمع ونخبر بالانجيل، زي ما شاركت اختنا ليديا الاخبار السارة. في الانجيل يعني اخبار سارة، يعني لما كان بيقرأ الانجيل كان ايات وعجائب وقوات تخرج وحضور الهي. فانا لما بحمل حضور الالهي واشهد عن عمل الرب في امام العالم، انا اكرز بالانجيل للخليقة كلها من خلال قناة الكرمة. بنشكرك يا رب لاجل اختنا مريان، كمل الورق. امين يا رب. بنشكرك لاجل الشهادة يا سيد الرب، اعطيهم الاستقرار واعطيهم نعمة ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. امين. احنا معنا اتصال يا حضرة القسيس بنت الملك من كندا، اهلا بيكي. بنت الملك اهلا بيكي حبيبتي. نقاش قالك شيء مبارك، يباركك الرب. عاوزة أشهد أنه قش قالك دائما يصلي والرب يستجاب، وأنا دائما أشهد. فسبعة بالشهر خبرت قش قالك كانت مع أخت تلوى،
قلت له صلي علشان أمي يأثر على أمل. هو كان في عدة أعمال بس يعني قلت قسألك الرب هو اللي يختار. فقسألك تتنبأ وقال حيبارك ابنك الرب، لكن خلي يبدأ يومه بقراءة الإنجيل ويتحد مع الرب. فأنا نقلت الرسالة لابني قلت له قسألك الرب يباركك، لكن ابدأ يومك بالإنجيل واتحد مع الرب. فهو يعني سمع الكلام، والرب بعد أيام أثر على عمل مناسب وقريب على بيت. هللويا. وهو مرتاح نفسيا، يعني كان اشتغل في عمل ما كان مرتاح فيه، لكن هذا العمل ارتاح فيه ببركة صلوات قس أليكس. بركة الرب. والرب يباركك قس أليكس، أنت بركة. وأيضا صليت علشان ابني ما كان يأخذ العلاج، كان معاند. وأيضا دائما أطلب صلاتك ومن أخابرك مش على المباشر، أنت دائما ترفع السماعة وما تبخل تصلينا. فالرب استجاب أيضا وده يأخذ العلاج، لكن عاوزة أنه تصلي له الرب يكمل معه. الدواء بتاعه خلص في عرقة لأنه يأخذ يكمل الدواء، فعاوزة تصلي لأنه الرب يشهل ويروح يأخذ الدواء ويشفي ببركة صلواتك. تحب تقولي اسمه؟ ابن الرب. ابن الرب. أشكرك أختي بنت الرب على الشهادة. على فكرة كل الشهادات دي أنت بتساعدي ولادك، بتوصل لهم كلمة كلام العلم والحكمة اللي بيتقال في الحلقة، وهو ده الإنجيل. أنت قلتي لما سمع الكلام وبدأ يومه بالإنجيل الرب وفر عليه تعب كتير، اداله عمل قريب وعمل مريح. مجدا للرب. مجدًا. هو ده الإنجيل، إن أنا بسمع أخبار سارة، بسمع كلمة الله اللي هي أمضى من كل سيف ذي حدين اللي تقدر تصنع العجائب والقوات. يا رب أنا بشكرك لأجل اختبار بنت الرب، وبشكرك لأجل الشهادة أن الإنجيل قرب المسافات، وفر التعب، أعطى للابن أفضل عطية بعد يسوع المسيح، بعد الخلاص أعطاه عمل قريب ومريح. الابن المريض الآخر ابن الرب في اسم يسوع، لو هو قريب منك حط إيدك عليه الآن. أمين. قولي له أؤمن أيها الرب يسوع الإنجيل الخبر السار قوة روح الله، لأنه بينما بطرس كان يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون الكلمة. قولي له أؤمن يا رب يسوع، ونحن الآن في محضرك، ونحن الآن نقرأ كلمتك، أن يحل الروح القدس بالقوة على ابني. أشكرك أنه أخذ العلاج، لكن أنا أؤمن بشفاء كامل وتطهير كامل من كل مرض نفسي وعصبي وقيود. أمين في اسم المسيح. وبولس الرسول قال أني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة للخلاص لكل من يؤمن. مشكورة جدا جدا أنك رجعتي المجد للرب. وسطينا مجد الوحيد يرجع للرب، ورب يكمل مع ابنك ويشفيه في اسم المسيح. معنا كمان الأخت ماجدة من فرنسا. أهلا وسهلا بحضرتك. ألو. أهلا بيك يا أخت ماجدة. اهلا وسهلا، ازيك يا اختي ليديا؟ عامله ايه بيك. وازاي حضرتك القسيس؟ اهلا اختي ماجدة، ازيك؟ ازيك انت؟ ازيك حضرتك القسيس؟ ربنا يعوضك كل خير ويباركك الرب. امين. تعيش. انا عايزاك بس طلب الصلاه بس ليا، ان انا هسافر اخر الشهر ده مصر وكده، انا ووالدتي وماما، بعدين كانت في المستشفى هي تعبانه، بس الحمد لله يعني ربنا رفع عنها بصلواتك. وهي عايزه تشهد شهاده بسيطه بس قدام الدنيا كلها بكل سرور. يوم شهادات ان هي حصلت معجزه على ايد حضره القسيس ليكس وبصلاته وكده. وعايزه كمان تذكر ميربت اختي في مصر، عندها السكر بيبقى 400 و500 كل يوم، عايشه على هذا الدرجه ديت وحالتها صعبه خالص يعني. فصلواته هي قويه جدا بترفع اي مرض واي الم يعني، هو وصف كتير. مجد. هي ماما معاك يا حضرة القسيس. أهلا أم الأخت مجد، أهلا بيك. مساء الخير. مساء النور. أهلا ماما عايدة. أهلا بيك أخت عايدة. أنا عايدة. أهلا بيك يا حبيبتي.
الله يخليك اللي حضرتك صارت لي وكنت ميت وكوابي وانت بصلاتك كيف عتلي عند المسيح فقمت بموت صدقني كنت ميتة. كنت ميتة ازاي؟ ايه اللي حصل؟ فهمينا ازاي الرب اقامك من الموت. ايوه هي عايزه تحكي تقول لك ان هي كانت في غيبوبه وقعدت فتره طويله وانت حضرتك حضرت القسيس كنت يوميا كل يوم تصلي لها بصلاه قويه ولدرجه ان الاخت سلوى قالت لي خلاص يا ماجده زيتها خلص وكده قلت لها لا المسيح هيتمجد معاها قوامها زي ما هو من العازر. هللويا فعلا بصلاتها هي وبصلاة حضرتك حضرت القسيس كل يوم كنت ترفع صلاة لأجلها مجد. لدرجة ان حضرتك عرضت صور ليها وهي في حالتها الموت أي. وبعدين لما قلت هي تعيش وتحيا وتتكلم الآن يعني فعلا كنت بتبعت الصور دي من فرنسا قعدت قد ايه تعبانة كانت في فرنسا كانت في فرنسا قعدت حوالي فترة طويلة بتاع 27 يوم وهي في الغيبوبة شهر كامل يوميا حتى الدكاترة قالوا لي ان خلاص يعني ما فيش امل غير ان انت بقى تطلبي ربنا ان هو يرحمها وكده لان انت في الوقت ده يعني قلت الكبد ما بيشتغلش الكلى ما بتشتغلش البنكرياس كل ما فيش ولا عضو شغال كله الضغط نازل زيرو والكلى وقفت والقلب وقف والعقل وقف والمخ وقف وقالوا لي خلاص هي في مجرد عدة دقائق وهترحل يعني ما فيش امل غير انك انت تصلي بقى ربنا احنا حاطينها على الاجهزه يعني حتى هنا الفرنساويين كتير امنوا قالوا لي ساعتها احنا امننا على ايدك يعني في ناس امنت المستشفى قالوا لي احنا امننا على ايدك لأن دي كانت معجزة لأنها مش في الحسبان إن هي تعيش. هللويا. قلت لهم ده حضرة القسيس أليكس صلى لها وكده وحتى بيستغربوا يعني كلمتهم بالفرنساوي قالوا لي فعلا هي ميراكل ميراكل ميراكل. معجزة يعني. كانت معجزة. هي قعدت على الحال ده كانت شهر الكلى واقفة تماما وبتاع الكلى رئيس الكلى قال لي خلاص الأجهزة وقفت في جسمها يعني خلاص بينك وبين ربنا فقدنا الأمل إن هي تعيش وأنا قلت لهم أبدا ده الصلاة هي بيقوم معجزات بيعمل معجزات إيمان الشفاعة هللويا بيقولوا لي أنا بخرف يعني لأنه قال بيقولوا عليه في الطب دينايل إنكار يعني إيه الواحد بينكر بيحاول يهرب من الموت ويقول ما فيش موت وانا درستها في الطب الدينايل يعني الانكار بس ده مش انكار حاله نفسيه الواحد بيحسها مش عايز يفارق الحبايب يا مجد للرب اتفضلي كملي مجد للرب وانا بشكر كتير حضره القسيس اليكس والاخت ليديا وبشكر كمان الاخت سلوى بشكرها كتير بردك لان كان ليها دور كبير في الصلاه معانا صحيح يعني ونشكر ربنا يعني بس هي عايزه بقى حبه صلاه كده جامده لاختي منزلت علشان السكر عندها جديد ومجدي اخويا مركب دعامه وكده وكمان صلاه لمشيل عشان مشكله شخصيه يعني عطاله جامد كده عشان نربط بالزيت بالسكر هللويا ان ربنا يتمجد معاها يا رب بنعظمك ونمجدك لان ما زلت يا رب تقيم من الاموات انا ما شفتش الاخت عايده يا رب لكن الكلمة بتخرج من هذا المكان محملة بسلطان الحضور الإلهي الكلمة يا رب بتخرج زي الكنيسة الأولى مكان الرب بيأيد العمل معهم بآيات تتبع المؤمنين نشكرك يا رب لأن قوة الإنجيل في تزايد مش في تناقص ونشكرك يا رب لأجل القيامة من الأموات أنا ما شفتش الأخت دي ولا قابلتها لكن من هنا المستشفى والأطباء في فرنسا آمنوا بيك يا رب بهذا يعلم الجميع أننا تلاميذك حينما يكون لنا حب بعضنا لبعض أشكرك لأجل قوة القيامة من الأموات أختنا عايدة وأشكرك يا رب لأجل مشاركة الأبناء أيضا بهذه المعجزة الحقيقية
أنا بصلي يا رب لأجل ميرفت والسكر وكل مرضى السكر اللي عندهم مشاكل يا رب، واللي عندهم غرغرينة أو السكر عامل لهم مشاكل في النظر أو العيون أو الأعصاب أو في التحرك، في اسم الرب يسوع كل الأمراض الوراثية الآن في اسم يسوع طبرة، وفعلا قوة الله تدخل وتصنع بنكرياس جديد، إنسولين جديد، سكر جديد في اسم يسوع. أيضا لأجل مجد يا رب والدعامة في اسم الرب يسوع تشفي القلب تماما. أمين. ويكون يا رب خالق كل الأشياء بكلمة قدرته، بيخلق قلب جديد لمجدي وحل لمشكلة ميشيل في اسم يسوع. أمين أمين. بنشكرك يا أخت مجدة وبنشكرك يا أخت عايدة أن أنتوا رجعتوا المجد للرب، المجد كله للرب، ما إحنا إلا أواني خزفية، وعشان يكون فضل قوة لله لا منا. والإنجيل اللي إحنا مبشر بيه ده إنجيل حياة، فعلا حياة. كتاب بيقول كده: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. والحياة بتسري عبر الشاشات وبتسري عبر الكلمات، لأنه كلام فيه قوة. هللويا. والكتاب بيقول كده: هو كان الرب يؤيد الكلام بالآيات التابعة، هو ده آيات الإنجيل. وعجائب هو في ده اسم المسيح، هو ده الإنجيل. هو ده. نشكركم جدا جدا لأجل المكالمة الجميلة الرائعة، قد إيه فرحنا جدا معاكم، وقد إيه فعلا فرحتوا ناس كتير حول العالم. الرب يبارككم ويكمل عمله معاكم. احنا معنا اتصال تاني من أخت نيفين من لندن. أهلا وسهلا بيك. الو، سلام المسيح يا اخت لوديا. اهلا بيكي حبيبتي، سلام المسيح معاكي حبيبتي. سلام المسيح يا اسيس. قالت ازاي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا اخت نيفين، الرب يباركك. لو سمحت يا اسيس، قالت انا عندي معجزه حصلت النهارده، معجزه كبيره جدا. حلقة معجزات كلها، ايات وعجائب. هللويا. امين. اتفضلي. اختبار عظيم جدا يعني حضرتك. انا اتصلت بقناه الكارما من حوالي 3 ساعات كده، وردت الاخت نبيله، يعني أخت مباركة جدا، إنسانة جميلة جدا، وصلت معها النساء، واتصلنا بالأخ أندرو برضو الصبح، وصلى صلاة قوية جدا جدا. وامبارح كنا عمالين نصلي من أجل بنت عمتي، هي مسكينة يعني ما عندهاش إلا كلية واحدة، وعندها حصوة في الكلية الثانية، وعندها 4 أولاد. فأنا حاليا في أمريكا معاها، يعني كنت لندن ورحت أمريكا عشان نقعد نصلي. قعدنا نصلي نصلي نصلي، وحطينا مية قدام التلفزيون وشربت المية، ورحت عند الدكتور النهارده، لا مفيش حصوة، الحصوة اختفت. مجد. هللويا. الرب صار. يعني رجعت بنت سربرايز، قالت ايه اللي حصل؟ فين الحصوة؟ ده كان في حصوة كان عايزة تتفكك بالليزر وبتاع، طلع المسيح شال الحصوة. هو الرب. قلت لها رجعت زي زمان. هللويا. يعني احنا بنشكركم جدا، وبنشكر قناة الكارما، وبنشكر الأخت نبيلة والأخ عمرو، بنشكرك جدا يا أسيس ألف على المعجزة الجميلة دي. يبارككم الرب وألف سلام. الرب يباركك يا أختي، بنشكرك جدا احنا كمان لأجل اتصالك، ولأجل أن أنت فعلا رجعتي المجد للرب. نشكر الرب جدا لأجل أنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، كما كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ما زال إلى الآن. اتشجع واتصل بينا، احنا عندنا اتصالات كتير. معنا كمان بنت الرب من كندا. أهلا بيكي حضرتك نبينا. أهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي، ربنا يباركوا يا رب، يباركك الرب، ودايما معجزات ودايما آيات. أمين أمين. أنا أمين لمجد اسمه. أنا برضو النهاردة عايزة أتكلم عشان أشهد عن معجزة ربنا. هللويا. مجدا لك. أنا كنت صليت طلبت قبل كده من أسيس أليكس، وأكتر من يعني من مرة اتصلت بيكم. كانت مرات إذني كانت لسه في أول حملها، وكان عندها اتساع في عنق الرحم، وكانت يعني معرضة أن في أي وقت ممكن تسقط. ونشكر ربنا اتعمل ربط للعنق الرحم. أثناء ما هي في الحمل جالها زي ضعف في الجنب الشمال، وراحت المستشفى، كانوا فاكرين أنها عندها الإم إس. بمناسبة الإم إس النهاردة كنت بتكلم عشان أشهد، وفعلا شخصوا بالMRI وقالوا لها ده MS شور، لأنه كانت مش قادرة، وطبعا كان لازم تخش في تحاليل وفي الأشعاعات، وكانت هيكين على البيبي مع مشكلة العنق الرحم الفاتح. ونشكر ربنا. ربنا أنا يعني طلبت منكم تصلوا، ونشكر ربنا، نشكر ربنا. هللويا. البيبي دي كمان تحليل للسائل النخاعي وطلع نيجاتيف، نشكر ربنا. وده اللي كان المفروض اللي هو هيقول يعني 100% ان ده MS مع شلل في جسمها. نشكر ربنا، نشكر ربنا. هللويا. التحليل طلع فري،
وكملت حملها على خير نشكر ربنا، وولدت في الثامن ما كانتش محتاجة انها تخش عناية مركزة ولا اي يعني البيبي يخش حضانات او اي حاجة، والبيبي هيلثي ونشكر ربنا الحمد لله. الرب بيدهشنا بجد، الرب يكمل حملها على خير. امين امين. ولدت نشكر ربنا، ولدت هي عندها شهرين ألف مبروك. جروينج ويل، كل حاجة كويسة وهي كويسة. أنا بشكركم وبشكر ربنا لأجل تدخلاته ويكمل معاهم رب. هللويا. يبقى ليهم علاقة في اسم يسوع المسيح مع الرب ومع خير ويبقى كده ولاده، ولاده بحق. خلينا نشكر الرب يا بنت الرب. أمين. وأنا واثق إن الرب كمان هيديهم عطايا روحية جديدة. وإلى الأسيس أليكس بيقول لك المعجزة الكبيرة اللي عملها في الخلاص على عود الصليب، زي ما شفى الام اس وشفى النخاع صحيح. والبيبي أنا فاكر كانت فيجة البط الصلاة بيقولوا في تشوه وهينزل معوق وهينزل كذا، لكن احنا دايما بنقول ان احنا في المسيح يصير كل صحيح. أمين. ليه؟ لأنه فيه النعم والأمين لمجد الله بواسطتنا. مهما يخوفوك على بيبي، ومهما يخوفوك على مستقبلك، ومهما يخوفوك على حياتك، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يا رب فعلا حلقة مدهشة، حلقة عجيبة. البيبي في الرحم بتصلح له كل حاجة، والأم بتظبط عنق الرحم وتنقذها من الإجهاد وتشفيها من الام اس، ومن غير أي عمليات ولا فتح بط تضع مولودها بسلام. يا رب فعلا قلت الذي يؤمن فالأعمال التي أنا أعملها يعملها وأعظم منها. أشكرك لأنك أبونا وحبيبنا، دايما بتحبنا تشوف نعمل مش نفس الأعمال، لكن بتدينا مستوى أعلى، بتدينا مستوى رفيع فيك يا يسوع، بتدينا مستوى أمجد وأعلى. الآب السماوي اللي نفسه يشوف ولاده دايما في كل تقدم وفي كل عمل صالح، مش في نفس المستوى بتاع زمان ولا بتاع امبارح، لكن نقدر نقول يا رب عظمت العمل معنا وسيرتنا فرحين، امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما أيها السيد الرب. مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب. نشكرك جدا جدا يا بنت الرب لأجل اتصالك، نشكرك لأنه كتاب بيقول كده، هو أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم. بنصدق أن كلمة الرب بتشفي، كلمة الرب ما بيقول بيشفي بيشفي، أما بيقول بيحرر بيحرر، أما بيقول أنه هو بيطهر بيطهر. إلهنا حي، إلهنا قوي، إلهنا صالح، إلهنا مبال موجود، اطلبوا تجدوا. الرب بيقول كده، هو إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، اطلبوا تأخذوا لكي يكون فرحكم كاملا. الأخت دي طلبت وخدت، عشان كده فرحها كامل، مش فرحها هي بس، كلنا فرحانين لأجلها. بنشكرك جدا لأجل بنت الرب لأجل اتصالك. أيضا معنا الأخت كالشي من كندا. كالشي من كندا أهلا بيكي الأخت كالشي، حضرتك معنا على الهواء. ألو، أهلا بيك حبيبتي. سوري أنا اسمي إلشوا. سوري عفوا أنا أسف. إلشوا. 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 بالعربي يعني إصابات. 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 طيب إصابات. أوكي. سهلا. أهلا بيكي. أدينا تعلمنا اسم جديد. أهلا بحضرتك. تفضلي. تفضلي أختنا. تسلمي. عايزة طلب صلاة خاص لابني وبنتي. طبعا بكل سرور. لأجل إيه يا أختي؟ ابني عنده تحاليل، مش عارفة، قالوا له وراح سوى تحليل، قالوا له عندك بويضات الدم البيض زيادة، ما عرفش زيادة كرات الدم البيضاء. صلاة خاص. أمين في اسم المسيح. طيب طب وبنتي على طول مكتئبة، عايزة صلاة خاص لبنتي كمان. طيب. لعيلتي كمان كلها. طب ايه رأيك أختي على إصابات النهاردة؟ نصلي وناخد يسوع جبلة ليكي والعيلة. آمين. كلها، وحضور يسوع في بيتك اليوم هيغير الأحداث وهتشهدي. آمين يا رب. صلي معايا يسوع. ها قولي له يا رب يسوع. يسوع ارفع ايديك الفوق معايا كده، يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بستقبل
أنا بستقبل حضورك، حضورك الشافي، الشافي المخلص، المخلص وملء روح الله، وملء روح الله لي ولأبنائي، لي ولأبنائي. وأؤمن يا سيد، وأؤمن يا سيد أن بروح الله الآن، أن بروح الله الآب أنتهر، أنتهر وأطرد، وأطرد كل روح حزن، كل روح حزن وكل روح مرض، وكل روح مرض. وأستقبل، وأستقبل خلاصك ليا، صلاتك ليا، خلاصك ليا، خلاصك ليا ولأهل بيتي، ولأهل بيتي وشفائك، وشفائك وروح جديد، وروح جديد وجسد جديد. أمين. وجسد جديد. أمين. أمين في اسم المسيح. أمين. أمين. وزي ما الكتاب بيقول والرب قال كده، هو قال اليوم حصل خلاص مجد لهذا البيت. مشكورك جدا يا أخت ليشوا كندا لأجل اتصالك، وأيضا معنا الأخت نيهال من لندن. أهلا بيكي. مساء الخير والبركة حبيبتي، وحشتينا يا أخت ليديا. مساء الخير حضرتك الأسيس، منورين الشاشة. أنا فعلا بعظم إلهي على الإيمان اللي مليكم الواضح في لغتكم. يعني حضرة الأسيس أليكس في البداية كان بيصلي وبيشكر ربنا إن أدفانس مقدما لاستجابة الصلاة لكل الطلبات. وحضرتك وانتي بتقولي للمتصلة اللي زوجها مريض بتقولي لها كده ما تخافيش، ده الرب عمل أثقامنا وأمرضنا على الصليب. فأنا بشكر ربنا من أجلكم، أنتوا فعلا بركة، وقناة الكرمة كلها بركة، وأصلي بكل بركة مضاعفة على الأخ صمويل اللي قطع صوت الرب، وبسبب طاعته إحنا بنتبارك وبيتبارك بيه ملايين من الناس، ويعزيه ويعزي أولاده في ذكرى حبيبتنا الغالية منى. نفسي أطلب من حضرتك حضرة القسيس طلب إنك تعمل استنارة في التعليم في حتة معينة، لأنه بما أنه ده برنامج للصلاة بحس وبسمع كمان من ناس كتير أنا مين أنا عشان أصلي وأرفع صلاتي للرب، ده أنا خاطي. وبيطلبوا من أناس الله القديسين أن يصلوا بدل منهم، وطبعا ربنا يبارك كل الخدام المستخدمين اللي زي حضرتك، لكن بيتهيالي جه الوقت أن شعب الرب يفهم أنه ينفع أنه هو كمان يصلي ويطلب هو من كل قلبه، وبلاش بين قوسين التواضع الزائف ان انا اقول لا انا ما استاهلش ان الرب يسمعني. فياريت حضرت القسيس تقول لنا بحتى لو جيت مخك امثله كتابيه لو نفع حتى مثال او اتنين على ناس حتى خطاه ما كانوش يعني بقمه القداسه وطلبوا من الرب والرب استجاب لطلباتهم، علشان نتشجع ونطلب كلنا ويبقى كل المشاهدين مش متفرجين او مستمعين لمصلين، لكن يتحولوا هم نفسهم لمصلين ونكون جيش صلاه عظيم نفرح قلب الرب. زي ما فرحنا النهاردة بحلقة جميلة مليانة بتعاملات وحنية قلب الرب، وإنه هو لا يتغير. صحيح. اللي كان بيصنع آيات وعجائب بيستخدم خدام اليوم في عمل معجزات، ولسه القادم أروع وأعظم باسم يسوع، لأنه ده وعد الرب. مجد البيت الأخير هيكون أعظم من مجد البيت الأول، وربنا يبارككم. أمين. شكرا لك يا أخت نهال لأجل أسئلتك ولأجل مشاركاتك الجميلة ولأجل انتي قد ايه من اول الحلقه واخده بالك من كل كلمه بتتقال. ربي يباركك، انتي كمان سبب بركه لينا بشكل غير عادي. ربي يباركك ويبارك اسرتك. سالت سؤال مهم قوي قوي. اتفضل. هو انا جاوبت عليه بصوره جزئيه من اعمال 15 لما بطرس كان بيشرح انه بيقول كده ان انتم تعلمون منذ ايام قديمه اختار الله بيننا انه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما أنا أيضا. يعني بطرس هو بيتكلم في بيت كرنيليوس، وعظ كم وعظة علشان ياخدوا المسحة الرسولية، اتكلم كم مرة علشان يمتلئ المكان من الروح القدس مثل يوم 50، ده من أول مرة، وما كملش الوعظة وما كملش الكلام، حتى ما كانوش لسه يعرفوا يعني ايه خلاص، حتى يعني الروح القدس لما حل يوم 50 كان قبل ما بطرس يتكلم والنفوس ترجع الرب وتعرف يعني ايه خلاص. ليه؟ لانه الله مش بيمشي في السيستم والنظام اللي احنا حاطينه،
ده بيقول انه من اول كلمة اتكلمها للامم الامم بقوا مساويين للمسحة الرسولية. وبيقول لماذا لم يميز بينهم وبيننا بشيء، يعني كرنيليوس واهله اللي كانوا بيسمعوا اليونانيين الكلمة لاول مرة بقوا في مستوى بطرس وبولس والرسل من اول مرة. فبيقول لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطيع اباءنا ولا نحن ان نحمله. فاللي عاوز يشيل نير ويقول انا خاطي وما فيش فايده، انا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، يحيا فيا بقوته ببره باستحاءه. لكن لو هنظر انا خاطي وانا اللي بتقوله عن نفسك هتلاقيه، هتقول انا خاطي هتفعل خطيه، هتقول اللي بررني وفداني وملاني يسوع هتعيش بره وفداءه وخلاص. صحيح جدا، مهم قوي ان انا اكون بركز قوي الكلام اللي انا بقوله دوت، يعني كلامي الكتاب بيقول انه بكلامك تتبرر بكلامك تدان، في يد الحياه لسان، في يد لسان الحياه والموت. مهم قوي ان انا اعرف كويس كل كلمه بقولها بتكلم بالحياه على نفسي، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه اطلبوا تجدوا، الكتاب بيقول كده اطلبوا تجدوا اقراوا يفتح لكم. فحلو ان انا اطلب من الهي، ولو المسيح هو ابويا حلو اقول له ابانا الذي في السماوات واطلب منه. وطبعا حلو قوي ان اكون بطلب من رجال الله يصلوا معايا ونتقوى كلنا، لانه الكتاب بيقول لنا ايضا صلوا بعضكم لبعض لكي تشفوا، طلبه البار تقتدر كثيرا في فعلها. فاذا حلو ان انا اصلي لنفسي واطلب من الرب على طول لانه هو ابويا، وايضا حلو ان انا اشرك مجموعه مؤمنين. ونشكر الرب جدا لاجل الاسيس اليكس واسيس عصام، ايديهم مرفوعه طول الوقت عشان خاطر يصلوا من اجلهم. احنا معانا في الحقيقه كذا مكالمه كتير قوي قوي، ومعانا طلبات صلاه كتير، فمن فضلكم اللي بيتكلم على عجاله لانه عايزين كل الناس نكون بناخدهم. بنشكركم جدا لاجل تعاونكم معانا. بنت الرب من كاليفورنيا، اهلا وسهلا بيكي بنت الرب. اهلا بيكي، اتفضلي. أنا طلبت الصلاة للورق بتاعي، أنا بقالي 3 سنين عاملة لجوء والورق ما بيتحرك خالص، ما فيش أي مقابلة أو أي شيء. كنت قاعدة بسمع البرنامج لقيت واحدة بتتكلم عن الورق إن القسيس أليكس صلى لها والورق اتحرك وكده، حاجة من جوايا قالت لي كلمي القسيس يصلي لك، وأنا عندي إيمان بالصلاة إن ربنا حرك الورق. اسم المسيح امين. طب انا بنت الرب انا يهمني الاول الورق السماوي، حضرتك متاكده خدت الجنسيه السماويه واسمك اتكتب في سفر الحياه، ولا تحب تصلي الاول ناخد الجنسيه السماويه والارضيه دي هتيجي هتيجي، ايه رايك؟ يا ريت نصلي طبعا، احب ان انا اصلي كده. طيب قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع انا بفتح قلبي، أنا بفتح قلبي إليك، إليك تعالى أملك عليا، تعالى أملك عليا وعلى أفكاري، وعلى أفكاري وأعطيني حياة جديدة، وأعطيني حياة جديدة والجنسية السماوية الآن، والجنسية السماوية الآن. أشكرك أيضا، أشكرك أيضا لأنك ستعطيني الأوراق الأرضية، لأنك ستعطيني الأوراق الأرضية. أمين بنت الرب. أنا عاوزك تعرف أنه بالصلاة دي يسوع دخل امتلك على حياتك، خلي ليك معاه عشرة يومية وشركة يومية. أنا بشكركم كلكم لأجل طلبات الصلاة، بس أنا ما أنا بل نعمة الله، مش القسيس أليكس يقدر يعمل حاجة ولا أنا، لكن كلنا مهما طلبنا من الآب باسم يسوع، فاللي أنا بعمله معاكم أن أنا بتفق معاك بناخد الطلبة في اسم يسوع والآب يمنحها لينا. بشكرك لأجل بنت الرب، وبثق يا سيد الرب أنك تمنحها الأوراق زي ما أعطيتها الأوراق السماوية النهاردة، تعطيها أيضا الأوراق الأرضية وتحل كل عقبة وكل مشكلة. أمين أمين في اسم المسيح. بنشكرك يا بنت الرب لأجل اتصالك، وواثقين أن الرب هيقول هيخليكي تتصلي تاني وتقولي مجدا للرب، الورق اتحرك والدنيا بقت كويسة. كمان معانا الأخت نوال من فلوريدا، أهلا وسهلا بيكي. هلو، اهلا بيك حبيبتي. اهلا بيك، ازيك حبيبتي؟ اهلا بيك. كنت بس عايزه اطلب الصلاه عشان احنا الجنسيه، ودي ثاني مره فخايفه، فطبعا بيقولوا ان حاجات كتير امتحان الجنسيه ثاني مره. اتفضل. يا
على فكره انا مجربه القناه من 5 سنين، كنت خايفه من عمليه الركبه، كنت عملت عمليه ركبتين برضو صلوا لي، والعمليات الاثنين نجحوا وماشي كويس دلوقتي. ماجدا للرب صلينا لك. بتقول عملت نير ريبليسمنت تقريبا، نير ريبليسمنت وبتقول كويسه دلوقتي الحمد لله على السلامه. اهلا بيك. الله يسلمك. امين. انا تعبت قليل يا الامتحان الجنسي. امين امين يا رب. انا بشكرك لاجل اختي نوال، بنصلي يا رب لاجل اوراق الجنسيه تتمجد يا رب. انا بصلي لاجل كل اللي معانا على الشاشات يا رب من مختلف أنحاء العالم، عندهم معاملات معطلة أو أوراق معطلة أو جنسية معطلة، إنك يا رب تفتح قوى السماوات. أولا يا رب أنا بصلي إن الأوراق السماوية تكمل. أمين. وإن كل شخص بيطلب أوراق أرضية يكون متأكد إنه أوراق السماوية خالصة وتعاملاته السماوية مع الله الآب والابن والروح القدس، إنه فعلا يا سيد الرب يكون انت الكل في الكل. بارك يا رب كل بنطلب اولا ملكوتك، وكل الاوراق دي تيجي وتتسهل في اسم يسوع. امين في اسم المسيح. نشكرك اخت نوال لاجل اتصالك، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، بنصدق ان الرب ينجح طريقك في اسم المسيح. معانا الاخت سوزي من كندا، اهلا وسهلا بيك حبيبتي. الو، اهلا بيك. مساء النور. اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ احنا نشكر الرب. وانتي عامله ايه؟ ازاي الاسيس اليكس؟ اهلا بخير. اهلا بيك حضرتك. الحمد لله يا حبيبتي. انا بعزيكي عشان اختك حبيبتي. شكرا ليكي يا سوزي، وربنا يشفي كل جروحك ويديكي سلام من عنده. امين امين في اسم المسيح. شكرا ليكي. الاسيس اليكس انا عايزه اخبره بان البنت حبيبتي اللي طلع عشانها كانوا بيصلوا عشان في عندها كانسر في البنكرياس. أي. بس حبيبتي هي أخذوا الحتة اللي في البنكرياس اللي كانوا شاكين فيها، وعملوا تحت يعني منظار تاني وتحليل تاني فيه، وقالت لها الدكتورة ده ما فيش ولا كانسر ولا أي حاجة. مجدا ليك يا رب. مجدا للرب. مجدا للرب. نشكر الرب جدا. حبيبتي هي قالت لي غالبا عشان الاسيس انك صلى الرب صلى لي، وعشان كده الرب اكرم ايمانه. يا اكرم ايمانه. انا عاوز اسقف ليسوع الحلقه كلها. يا بالظبط. عايزين ناخدها تسليفه. إلهنا حي، إلهنا صالح. فعلا ليه كل المجد، ليه كل المجد. فرحت قلبي يا اخت سوزي. ايوه اتفضلي، في حاجه تاني؟ انا نفسي خالص. الو. ايوه اتفضلي حضرتك معانا. انا نفسي جدا تصلوا لماما كمان. ماما حبيبتي لسه ايديها ورجليها وجعانها ومشلوله، نفسي تخف يا رب وتبقى فرحانه كده ومبسوطه ونفسي خالص يا رب. نفسي من فضلكم صلوها جدا. أمين. جدا. هل يستحيل على الرب شيء؟ اتفضلي. يشفي السرطان، يشفي الشلل. امين. كمان بنتهز الفرصه وبتقدم بالتعزيه القلبيه لاخت ليديا فرقاد، اختها كانت مؤمنه رائعه بنعرفها شخصيا، والأخ صموئيل جوزها. ربي يشددك ويشجعك يا رب. أنا برفع أختي ليديا وبرفع الأخ صموئيل وبرفع عائلة الأخت إيفا أيضا يا رب أمامك في الصلاة، أن ترسل معزي الروح القدس وترافقهم يا رب بنعمة خاصة. أختنا يا رب جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي، وضع ليها إكليل البر الذي يهب ليها الرب. كم تعبت لأجلك وكم كرزت لأجلك، أنا شخصيا بعرف إيمانها وبعرف تعم محبتها. كون مع زوجها وأولادها وأختنا ليديا وكل العائلة، رافقهم بنعمة خاصة. بشكرك يا رب لأجل أخت سوزي وشهادة شفاء البنكرياس، الإبنة اللي احنا صلينا لأجلها، وكان هناك ورم لما خدوا العينة لم يجدوا شيء. بشكرك لأنك إله التحولات، إله التغيرات. نعم رب، كل من يدعو باسم الرب يخلص، يخلص من خطيه، يخلص من مرض، يخلص من كل شيء. ايضا يا رب صلي لك لكل ام مريضه وام مشلوله وام مش قادره تحرك الاطراف، انك تفيض يا رب في ام الاخت سوزي وكل الامهات والجدود والجدات يا رب وكبار السن اللي تعبت مفاصلهم او اصيبوا بجلطه او اصابات في الحركه، انك ترجع يا رب من جديد. نقدر نقول بيك نحيا ونتحرك ونوجد.
أختي سوزي أنا شايف الرب بيقول لك يعني اتنبئي على ماما حياة، اقري على أعضائها كلمة الله المشجعة، اقري بثقة ويقين كلمة ربنا على كل عضو ما بيتحركش، وساعديها تتحرك وتقوم وتستطيع كل شيء في المسيح. أمين أمين. نشكرك جدا يا حضرة القسيس لأجل تعزيتك ولأجل صلاتك، الرب يباركك. غاليين علينا جدا. نشكرك جدا جدا يا أخت سوزي لأجل تعزيتك، رب يباركك. ونشكرك كمان لأنه أنت رجعتي المجد كله للرب، وزي ما الكتاب بيقول ادعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، المجد كله يرجع لصاحب المجد إلهنا الصالح. نشكرك جدا لأجل اتصالك. أيضا معنا الأخت أمال من كندا، أهلا بيك حبيبتي الأخت أمال، أهلا وسهلا بيك الأخت أمل. أمل أو أمال، أهلا بحضرتك. أمل أهلا بيك يا أخت أمل يا حبيبتي. أنا مستنية ليه أكثر من ثلث ساعة. أنا أسفة حبيبتي، عندنا اتصالات كتيرة، إحنا أسفين ومتشكرين جدا لأجل صبرك وطول أناتك معنا. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. يعني الأسيس معي دلوقتي؟ أنا معاكي. إحنا سمعين حضرتك في على الهواء، اتفضلي. أهلا بيك حبيبتي. أوكي. سلام أسيس أليكس. سلام أختي. سلام أخت ليديا. أهلا بيك حبيبتي. أنا اسمي أمل من كندا. من سنتين تقريبا جالي كانسر في الرئة الشمال، وعملت عملية وأخذت الكيمو ثيرابي. بعدها حوالي شهرين ثلاثة أربعة شهور لقيت متاسسس في البرين، وأخذت كذا مرة راديو ثيرابي بس ستيل لسين. أنا عندي يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله عندي MRI على البرين، طالبة بس إن كلمة صلاة من ربنا مد إيده، محدش يخوفنا ولا ما حدش يقول لنا كلام وحش، يطمننا علشان خاطر ولادي ويوقف معانا. أمين حبيبتي. أمين يا أختي. حلو أختي أمل، هنطلب الطلبة دي. بس أنا بحب أتأكد أنت مولودة من الله، خدت حياة جديدة، خدت أيوة. خلاص. طيب حلو. أيوة. طيب حلو. حط إيدك على راسك وصلي معايا كده من قلبك. قولي له أيها الرب يسوع المسيح، أيها الرب يسوع المسيح، أؤمن من كل قلبي، أؤمن من كل قلبي بمد يد يسوع، الآن على جسدي، على الرئة، على الرئة، على كل جزء مصاب في جسدي، وعلى كل جزء مصاب في جسدي، وأستقبل منك، أستقبل منك الوعد القائل، الوعد القائل، إن فسد الوعاء، إن فسد الوعاء، فأنت تخلق، أنت تخلق وعاء أفضل، وعاء أفضل. أؤمن أيها الرب يسوع، أؤمن أيها الرب يسوع بإعادة خلق جديد، إعادة خلق جديد تأتي علي الآن، تأتي علي الآن، تجدد جسدي، تجدد جسدي وخلايا، وخلايا، وتعطيني الحياة، وتعطيني الحياة وصحة جديدة، وأنتهر، وأنتهر كل مرض وضعف، كل مرض وضعف من جسدي الآن، من جسدي الآن، ونتيجة الـ MRI، ونتيجة الـ MRI تأتي سليمة تماما، تأتي سليمة تماما من كل مرض. أمين. من كل مرض. نسمع عنك كل أخبار حلوة أختي أمل. أمين. أسألك سمي لي كل يوم لغاية يوم الأربعاء لغاية ما أعمل الـ MRI. أنا بكتب الطلبات عندي وبفتكرها بقدر الإمكان على قد ما الوقت يسمح الرب يسمح. أمين حاضر. أمين. أخت أمل أنا عايز أقولك حاجة واحدة، اتمسكي بالوعد، اتمسكي بالوعد القائل بجلدته شفيتم، قوليها كده بجلدته شفيتم، صدقي في الوعد، احنا اتشفينا من 2000 سنة بجلدات المسيح، صدقي في الوعد وتمسكي بكلمة ربنا وواثقين في الرب وإلهنا صالح وشافي ومازال بيشفي. مشكورك جدا لأجل اتصالك يا أخت أمل، ومسحي دموعك، مسحي دموعك. إلهنا حي وإلهنا بيشفي. احنا معنا الأخ محمود من الجزائر، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. سلام المسيح معاك، أهلا بيك. أنا اتصلت بيك بكشفتين تحسن، مجد الرب، هللويا.
تحسن في اللوكيميا مش كده؟ اه لوكيميا في الدم. آه. سرطان الدم. مجد الرب التحسن التحسن مليح. هاليلويا كمل الرب شفاها. تفضل نواصل الصلاة حتى تضرع. بنشكر الرب لأجل العابرين الواثقين في آيات الرب يسوع، ومن خلال إيمانك الرب هيكمل عظيم. معاه ده صحيح. لما بيتفق اتنين وإحنا معاكم ثلاثة على شيء يطلبانه من قبل الرب بيكون ليهم. وإحنا فخورين بيك أخ محمود، وكل عابر بيتفق معانا في روح الصلاة يشوف معجزة. تفضل عاوز تقول حاجة تاني؟ أمين. 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 هي لتيسيا جنبك أخ محمود؟ لتيسيا طيب. هو في الغالب. طيب لو أنت بس سمعني أخ محمود حط إيدك على لتيسيا، لو لتيسيا جنبك وصلي معايا قول له أؤمن أيها الرب يسوع. مش بتحسن 90 ولا 95 ولا حتى 99.9، لأنك أنت الرب شافينا، وانت الرب قوتنا، وانت الرب الذي وعدت وقلت على الصليب قد اكمل، اكملت الخلاص، اكملت الشفاء، اكملت كل شيء، واؤمن باكمال شفائك لليتيسيا الان. امين. امين في اسم المسيح مكتوب انتظارا انتظرت الرب. هاللويا. فمال الي وسمع صراخي. مصدقين في الرب مهما الوقت طول لكن خروجه يقين كالفجر. احنا معانا كمان اتصال من بنت الرب من السويد. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. مرحبا. اهلا بيكي حبيبتي اتفضلي. اهلا. انا من السويد اتصل. امي عندها ورم بالراس واخذت حبوب، هلا تاخذ حبوب الغده النخاميه، وورا هاي الحبوب يعني راح يسووها كشف مرض اللخ، يعني سوا يكشف عليها الدكتور، واطلب صلاة انه نروح الورم قوة المسيح وقوة طلعتكم بسم المسيح. امين. ابونا واطلب منك ابني يتوفى قريب عليا ويكون يشوف له بنت تكون من بنت الرب. امين. صلاتك ان شاء الله. امين. وابونا ابن بنت عمتي عندها ورم بصدرة وسووا لها عملية، وإن شاء الله يطلع الحميد، يعني ما يكون خبيث. يا رب قوة المسيح بقوة صلاتك أبونا. ربي يبارك. يا رب أحب أشكرك. وأطلب أبونا منك صلاة لكل العائلة، أولادي وزوجي وبنتي وزوج بنتي وكل خواتي وأخوتي وكله وكل الناس والعالم. حضرتك اختبرتي خلاص المسيح والحياة الجديدة واثقة أن ليك نصيب في يسوع؟ أكيد. أمين. أبونا. يا رب نشكرك لأجل بنت الرب وأحبائنا في السويد وعمل الرب في الكرمة في السويد. بنصلي يا رب من كل القلب لأجل الأم وورم الرأس، كل من لديهم أورام الآن حط إيدك على مكان الورم، إن كان الورم في الرأس، إن كان في ورم في الكبد، إن كان في ورم في الطحال، إن كان في ورم في الكلى، حط إيدك على مكان العضو المصاب الآن وصلي معايا من كل القلب. أقول له أشكرك يا رب لأنك مسحت كل الأورام بقوة دمك، ومسحت كل الأورام فعمل صليبك، كما خلقتني من جديد وعطيتني الحياة الجديدة. اخلق من جديد يا رب أنسجة تستلم قوة الله، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، تكونون لي شهود، شهود قوة. احنا شهود لشفائك، شهود لأعمالك، شهود بكم صنعت بينا ورحمتنا. تعالى يا روح الله شافيا منتهر كل ورم في اسم يسوع. اذكر ايضا مسيح. الابن والارتباط. امين يا رب. ارسل لي امراه فاضله ثمنها فوق اللآلئ، بنت عمتك الرب يشفي ورم الصدر. أمين. وفعلا تكون العينه سليمه وكل العائله مسيح. وافراد العائله للرب ولمسيح. امين. امين في اسم المسيح. ومصدقين في شفاء الرب، مصدقين هل يستحيل على الرب شيء؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عنده هو، مستطاع عند الله. نشكرك جدا يا بنت الرب لأجل اتصالك. حضرت القسيس عندنا طلبات الصلاة وكمان احنا جايلنا على السوشيال ميديا دلوقتي كمان طلبات كتيرة. حابين اتفضل حضرتك. ممكن تصلي لزوجي أبو دانيال
لأنه عنده برضو ورم في الرأس وبدأ العلاج الكيماوي والرب قادر أن يشفي. بنصلي لأجل أبو دانيال شفاء إلهي الرب يصنع معه بحسب غناه في المجد. طلبات جت دلوقتي من الكنترول روم بنرفعها. بنطلب من أجل الاستمرار في الصلاة لأجل أختي. الرب يتدخل بقوة عظيمة. وبتطلب صلاة من أجل ابن أخي الرب يرجعه البيت. والصلاة من أجل عائلتي يعرفوا يعيشوا المسيح. يا رب احنا بنصلي يا رب لأجل هذه الطلبات والأخت. الرب يتدخل بقوة عظيمة. وابن الأخت الرب يرجعه لبيت الرب أولا ويرجع لبيته أيضا ثانية. رجاء محبة رفع صلاة من أجل أخي ثروة رمزي. عنده كانسر في الرئة والحالة حرجة جدا. وبنوجه دعوة لكل من يشاهد البرنامج اطلبوا تجدوا يتحدوا معنا في الصلاة لأجلهم ونثق في قوة الصلاة وسرعة الشفاء. مدحت من مصر حمات الأخ مدحت ألف سلامة على حماتك. بيقول هي وقعت على الأرض واتكسرت. الرب يشفيها من كل كسور وردود ويعطيها فعلا أنه الرب شافيها يلمس كل عظامها وتصير كجنة الرية. أمين. آخر معاد ليا لدفع الإيجار يوم الأحد اللي جاي. من فضلك ارفع صلاة من أجلي أن الرب يتحنن علي وهو فقد القدرة على الصلاة. رب أنا بصلي لأجل كل شخص عليه مديونية ولأجل كل شخص يا رب مش قادر يدفع الإيجار أو عليه ديون متأخرة. يا من دفعت كل ديوننا على عود الصليب وفيت الديون الروحية وفيت الديون المادية. وفعلا يا رب زي ما كان في الكنيسة الأولى لم يكن لأحد احتياج بتسدد كل احتياج بحسب غناك في المجد. صلي لأجل مايكل من حوالي 12 يوم عنده حالة ترجيع وكشف وعمل التحاليل ما فيش أي حاجة. يا رب أنا بصلي لأجل الأمراض اللي غير معروفة أو ملهاش أي تشخيص أو حتى ليها تشخيص لكن في اسم الرب يسوع بصلي لأجل أمراض الجهاز الهضمي أن الترجيع يقف. أي التهاب أي بكتيريا أي فيروسات تبرئ الآن. صلي لأجل الابن مينا عنده مقابلة بكرة في سفارة فرنسا. الرب يتمجد ويديه نعمة. وبنصلي لأجل إبراهيم الرب يحل عمل لإيجاد عمل ويحل الأزمة المادية. والسارة للشفاء والطفلة كبريل للشفاء قليلة النوم وحجمها صغير. والطفلة ميكائيل للهدوء والتركيز بسبب قلة النوم. بنصلي يا رب حل الأزمات المالية وأزمات النوم. تعطي حبيبك نوما. اللي عنده أزمة في النوم بيعطي حبيبه نوما. قبل ما تنام حب ربك. قبل ما تنام حب يسوع. حبه في كلمته. حبه في التسبيح. حبه في الترنيم. جرب الوصفة دي يمكن تنفع وتساعدك على نوم أفضل. بالتأكيد هتنفع يا أسيس. أمين. طلبة لأجل جوزيف ديترويت اسمه وعد بطرس لأنه جاله جلطة في المخ وعمل عملية والحالة غير مستقرة. بصلي لأجل كل أمراض الأوعية الدموية في اسم الرب يسوع. بنضع أيدينا يا رب على كل الجلطات. اللي عنده جلطة في القدم اللي عنده جلطة في المخ أي جلطات في أي مكان يا رب تذوب في قوة دم يسوع. لأن دمك يزيل المعوقات وبدمك صار لنا رجاء أفضل. بتصلي لأجل حد بيقول تعبان جدا ألم صعب قوي في الرجلين وهزال. وده ماجد من فرنسا ويرجع يشوف ولاده. ووصلت الطلبة أخ ماجد وإحنا دايما بنشوف طلباتك ونصلي لها. واسقينا الرب يزيل كل تعب ويجمع شمل العائلة. وتشوف ولادك. صلى لأجل أخ إلي يعمل عملية في البنكرياس يوم الخميس. عملية صعبة لكن نثق في يد الرب الصالحة. يا رب بصلي لك لكل الأمراض المستعصية والغير مستعصية. العمليات الصعبة والعمليات السهلة. أنك تصنع الكل يا سيد الرب تجدد وتخلص. وفعلا تجري كل عملية وبمجد إلهي. بنصلي لأجل أخت في حاجة.
في عندي طلبات صلاة كثير. تفضل كمل ناخذ شويه من اللي عندك. طيب اوكي. في اخت اسمها ميري بتقول ارجوك صلي من اجل ماما سلوى من اجل الام في الاسنان وصداع شديد والقلب والعين، ارجو صلاه من اجلها. ايضا الاخت جيجي بتقول صلي لبنتي، صلوا لبنتي اليان وكان هيتخطف منها النهارده اظهر ابنها، اشكر رب لاجل حمايته. لكن بتقول انه حضرتك صليت له قبل كده وكرسته، صلي له تاني حمايه الدم عليه. امين. ايضا في اخت بتقول صلاه لاجل افلين مريضه بحاله نفسيه وعصبيه. أسليد. افلين اسمها الف ف لام نون ي نون. وايضا في طلب الصلاه من اجل اولادي جميعهم. ايضا في مرضى، حد مريض عنده مرض الوهن العضلي بتقول انه مرض نادر جدا جدا، اخت استر الرب هو بس اللي يشفيه، امين في اسم المسيح. ايضا في صلوا لاجل ابني مصاب بالصرع، اخت بتقول الرب يلمسه ويشفيه، الله محب الله محب اسمها. وصلوا لاجل ان في اضطهاد للكنيسه والخدام. وبعدين بتقول في شاب عنده لوكيميا في الدم اسمه هاني عنده 38 سنه طالب الصلاه. ايضا في صلاه لاجل تينا وهاني ومريم ويوسف ربنا يخليهم ويباركهم، وصلاه من اجل ديفيد رب يحافظ عليه. في كمان طلبت صلاه لاجل معجزه، عايزين بتقول الرب يكون بيكسر كل مخططات العدو. وايضا بتقول الصلاه لاجل اخواتي اللي في الغربه، وصلاه من اجل العراق ولبنان وايران والمتظاهرين خصوصا، ورب يبارككم. امين. اتفضل يا سيدي. يا رب احنا بنرفع كل هذه الطلبات امامك. امين. نشكرك لاجل اخت جيجي دايما بتشارك باختبارات جميله. وبنصلي لاجل اليان يا رب، ونعلن حمايه دم يسوع الحفيد. أمين. وجهك يسير امامه فيريحه. يا رب اللي عندها مشاكل في الاسنان تدخل يا رب، المس الاسنان واللثه واسلين والمرض الوهن العضلي. المرض النادر يا رب اعطي فعلا اقدام عبيدك يا رب، يرفع اجنحك النسور يمشي ولا يعيه، جدد هذه العضلات وانتهر عنها اي امراض مناعه، اي اجسام مضاده بتهاجم الجسم منه في يا رب تبطل هذه القوة. الابن المصاب بالصرع صلى يا رب لأجل الأمراض النفسية والعصبية، ونثق يا سيد الرب سلام الله الكامل يحفظ القلوب. الناس اللي بتعاني من اضطهاد قادر رب ترفع كل ضغط عن شعبك، والذين تشتتوا من جراء الضيق قالوا مبشرين بالكلمة. نشكرك يا رب في كل ضيق تتضايق وترسل ملاك حضرتك وتنجي حالة اللوكيميا يا رب، أنت تشفيها ديفيد وتعطيه حماية دمك على روحه ونفسه وجسده. والناس اللي بتعاني من مخططات العدو بصلي ضد كل حرب روحية، ضد كل الرياسات والسلاطين أن تسقط يا رب كما وعدت وقلت، رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. نثق يا سيدنا الرب أنك جردت رياسات والسلاطين، أشهرتهم جهارا ظافرا بهم فيك. كل من يعاني من حرب روحية الآن غير مفهومة ومش عارف تفاصيلها ايه، يا رب بنصلي ضد كل رياسة شريرة وكل عمل وكل خطة وكل سحر وكل إرادة العدو تنكسر يا رب، إعلان مجدك وترفع علمك فوقنا يا رب نصرة ومحبة في اسم يسوع. العراق ولبنان والأردن وليبيا ومصر وسوريا وكل الدول العربية يا رب وشمال أفريقيا، بنصلي دعم يا رب أنك تيجي بسلام الله الكامل، والسودان الجنوب والشمال تعطي وحدة ومحبة وقبول في اسم يسوع في اسم المسيح. أسيس أليكس احنا قدامنا وقت قليل، لو ينفع ناخد كمان جزء من طلبات اللي في الفيسبوك، نحاول نراضي الجميع، بس احنا في الآخر هنصلي لأجل كل طلبة. أمين. وفريق الصلاة بيصلي لأجل كل طلبة. أمين. كل طلبة غالية على قلبنا قوي قوي، بس مجرد بس بنذكر بعض منهم. اتفضل. بنذكر رب هذه الأسماء أمامك وبنضعها سيد الرب. صلي لأجل هيلين، الابن توفيق في حياته ودراسته،
وريما بنصلي من أجل دي في ضيقة وشفاء الزوج من السكر وعيونه من السكر. أمين. وفلق حنة لأجل إخوته والأولاد والزوجة والابنة. وبنصلي من أجل هند الأولاد والعائلة، ربنا يدي الصحة والأمان والرزق. بنصلي أيضا لأجل منى كرمة من أجل أمجد موريس، ربنا يحل موضوع الجيش واختار ليه السكن المناسب ويطمن مامته عليه ويحافظ عليه وإخواته. ورندا لأجل عائلة والتوفيق والأولاد في دراستهم، الرب يحقق لهم النجاح ويبعد الأمراض ويرفع كل التجارب الصعبة. مريم لأجل عائلتك، الرب يحفظ الجميع. ونادية الرب يحفظك والولاد ويشفي الابنة وابن أختي فيلو. وروما بنصلي لأجل ابن أختك شفاء من الكهرباء اللي في المخ. وجولييت لأجل جميع المرضى وخاصة مرضى السرطان، أولادك ربنا يوفقهم. أم يوسف الرب يبارك. حنان لأجل توفيق وحماة عائلية وشفاء للمرضى، ويرزقون الذرية الصالحة للمحتاجين، يحميهم في دخولهم وخروجهم ويرزقهم. وبنصلي من أجل نجوى الأسرة والبنات والأحفاد، نضع يا رب كل هذه الطلبات بين إيديك. بنبارك الكرمة، بنرفع أخونا صامويل وكل فريق الكرمة والخدام والخادمات اللي تعبوا يا رب وبيتعبوا الليل والنهار. وأختي ليديا يا رب اللي تعبت في إعداد الحلقة، قوي الجميع وبارك قناة الكرمة أينما تذهب في العالم. كل كلمة يا رب تخرج من هذه القناة تنجح فيما أرسلتها إليه وتأتي بالثمار المرجوة. آمين. امين في اسم المسيح. ايضا في ان هو طلبه صلاه مستعجله في عمليه زرع قوقعه، طالبه ان الرب يكون بيمد ايده فيها. وايضا في ناس لسه في تركيا مش عارفين يكونوا بيخرجوا من تركيا يروحوا البلد اللي هم عايزينها، برضو في اعاقات قدامهم. في ايضا كمان طلبه صلاه حروب جامده جدا من ابليس على العلاقات في الزوج والزوجه، كمان عايزين نصلي من اجلها. وايضا في شخص في الكويت عايز يكون بيلاقي شغل، مش لاقي شغل الا هيرجع بلده تاني. وايضا ابواب الرزق احد الاسيس الحاله الاقتصاديه، عايزين نصلي لاجل الناس كتيره قوي عايزين ترتبط وتتجوز لكن للاسف احتياجات الماديه بتكون بتمنحهم، فنصلي من اجلهم. وايضا نكون بنصلي لاجل قناه الكارما في الفاندريزنج الوقت اللي جاي. قناة الكرمة هي نون بروفيت اورجانيزيشن بتعتمد بس على اخواتنا وكرمهم، بنصلي لاجل ان الرب يكون بيسدد زي ما سدد السنين اللي فاتت والوقت اللي فات، الرب يكمل معانا. في دقيقه واحده اسيس اتفضل. يا رب بنشكرك لاجل قناة الكرمة والرساله يا رب اللي فعلا بتستفيد منها كل الخليقه التي تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديك. نصلي يا رب لاجل عيد الحصاد يوم 2 ديسمبر يا رب انك تبارك يا رب جميع الخدام والخادمات ومقدمي البرامج، وتعطي يا رب ايضا كرم العطاء وسخاء العطاء لكل مشاهدي الكرمة يا رب ولكل من يسمع عن هذا العمل. نرى بركة الرب التي تغني ولا يزيد معها تعب، وتطلق يا رب العطاء بسخاء ونعمة فوق نعمة، ولا يكون عوز ولا احتياج، لكن يا رب مش بس تسديد الاحتياج، احنا بنطلب منك اكثر مما نطلب او نفتكر بحسب القوه التي تعمل، انك تيجي يا رب بفيض على القناه، لا يكون احتياج روحي ولا مادي ولا زمني، لكن تفتح قوى السماء. كل الطلبات يا رب اللي احنا الاخ اللي في الكويت اللي محتاج شغل في الحقيقه احد الاسيس الحلقه خلصت. انا اسفه جدا. نشكرك جدا لاجل ايدك المرفوع والصلاه، الرب يستخدمك لمجد اسمه في كل مكان. أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الصلاة اطلبوا تجدوا، الرب معكم. اطلب تلاقي حلو التلاقي معاه قوي، بس انت روح فضفض وبوح واحكي له مالك اشكي له حالك واحفظ بقى الارض لو
بعد وقت اطلبوا هتلاقي